رئيسة مؤسسة بيروت انستيتوت السيدة راغدة درغام، أهلا بك في هذه القراءة السريعة للعملية الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. بداية، يعني انطلق هذا السباق الرئاسي على كرسي البيت الأبيض، برأيك هل يمكن القول اليوم أن بايدن أقرب إلى البيت الأبيض؟ لا يمكن القول أن بايدن أو ترامب، لأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية فعلا هي انتخابات نتيجتها تأتي آخر لحظة، وهذه ليست المرة الأولى. لطالما انتظرنا عدة مرات لنعرف ما هي النتيجة، وطالما قيل لنا أن النتيجة ستكون لصالح هذا وإذ بها تنتهي لصالح ذاك، وبالتالي أنا أعتقد أن على الجميع بمن فيهم يعني خاصة اللبنانيين الذين يحاولون أن يربطوا مستقبل لبنان بما يحدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن ينصرفوا إلى العمل على ما يتطلبه هذا البلد في ظل الانهيار الذي يمر به. فإذا الانتخابات تأتي نتيجتها لربما آخر لحظة، وفي هذه المناسبة لربما لن تظهر النتيجة إلا ما بعد نهار الجمعة الأسبوع المقبل. السيناريوهات عديدة والانقسامات عميقة، والانتظار يجب أن يؤخذ يعني من ناحية ماذا تتطلب الساحة الأمريكية من ناحية الناخبين، ولكن ماذا تتطلب الساحة اللبنانية من ناحية ضرورة الانصراف إلى التأليف وعدم يعني الانبطاح أمام مجرد القول الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي السبب لننتظر. نعم، حتى أن نتائج هذه الانتخابات يعني قد لا تظهر سريعا على الساحة السياسية هنا في لبنان. لا، بالتأكيد لن تظهر سريعا. يعني الذين يعتقدون أن الانتخابات ستعقد وبالتالي في اليوم الثاني ستتغير السياسة نحو لبنان، إنهم يحلمون، لا يعرفون ما هي الوسائل الأمريكية في صنع القرار. الاهتمام اللبناني بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه المرة هو في الواقع من زاوية إيران. ما يريدون أن يعرفوه هو هل تتغير العلاقة الأمريكية الإيرانية أم لا. حتى إذا تغيرت العلاقة الأمريكية مع إيران في ظل رئاسة جو بايدن، حتى إذا حصل ذلك لن تنعكس هذه الأمور تلقائيا في العلاقة على لبنان ومع حزب الله بشكل خاص. نعم، يعني ست راغدة، اليوم ماذا ينتظر الشرق الأوسط إن كان فاز بايدن أو عاد ترامب إلى الرئاسة؟ إذا عاد ترامب إلى الرئاسة هناك ما يسمى بعقيدة ترامب، وهي واضحة، الاعتماد على أداة العقوبات كوسيلة لتغيير سلوك الدول، المضي في العلاقات الجيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي أو دول الخليجية العربية، الطرح على إيران أن تتفضل إلى الطاولة مرة أخرى لتفاوض على الاتفاقية النووية من منطلق جديد يشمل الصواريخ ويشمل أيضا التصرفات الإيرانية في المنطقة أو في الجغرافيا العربية، وهناك استمرارية للأنماط، هناك وضوح طبعا هو يريد أراد وبدأ عملية السلم ما بين الدول العربية وإسرائيل. إذا هناك استمرارية ملحوظة ستكون ما يميز رئاسة ترامب للولايات الثانية. أما إذا جاء جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية فإن أولوياته ستختلف، لن يمضي كما كان يعني في عهد باراك أوباما، ولن يتبنى ما فعله زمن دونالد ترامب. سيحاول أن يعيد العلاقة مع إيران من خلال اتفاقية نووية، ولكن لن يتصرف بطريقة بأنه سيحتضن إيران وكأن شيئا لم يكن، لأن هناك مطالب من جهة جو بايدن والديمقراطيين من إيران تدخل في نطاق إعادة التفاوض إلى حد ما لتشمل الصواريخ بعيدة المدى وأيضا السلوك الإقليمي. أعتقد أن الذين يتوقعون انفراجا كاملا بالعلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة بمجرد انتخاب بايدن سيتلقون مفاجأة ما، وأعتقد أن الذين يستعجلون إلى القول أن بايدن سينتصر أو سيفوز أو أن ترامب سيفوز ليتذكروا تاريخ ما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أكثر من مرة، وبعض الأحيان طال الانتظار لنعرف ما هي النتيجة.
إن شاء الله خير. نعم، على مستوى لبنان يعني هل صحيح كما يرى البعض أن وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض يصب في مصلحة لبنان إن كان على مستوى الاقتصاد أو مسألة حزب الله في لبنان؟ أنا لا أعتقد أن هذه القراءة صحيحة. أولاً لن يعني يتبنى الحزب الديمقراطي حزب الله في لبنان، إن حزب الله من وجهة نظر الأمريكيين ديمقراطيين وجمهوريين بين مزدوجين هو منظمة إرهابية، فإذا لن يتم الانقلاب التلقائي على هذا التصنيف إذا جاء جو بايدن إلى الرئاسة، إنما ستكون لربما حتى ستكون صفقة، إذا حدثت صفقة مفاوضات مع إيران لربما تكون يكون حزب الله من 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 يعني من الأدوات التي يضحى بها إلى إذا شئت، لربما نصل إلى هناك، لأن الصفقة الأمريكية الإيرانية إن حدثت في عهد ترامب أو في عهد بايدن لن تكون خالية من العنصر حزب الله، من عنصر حزب الله، وربما حزب الله يدرك ذلك وينتظر ليعرف ماذا سيحصل لكي يتصرف بناء عليه. أعتقد أن لبنان كلبنان مهم للولايات المتحدة الأمريكية، مهم من عدة نواحي بما فيها طبعا يعني كون لبنان دولة صغيرة فيها أقليات عديدة مهم، يعني ليس بمستوى الأهمية الإيرانية وليس بمستوى أهمية التركية وليس بمستوى أهمية أوروبا، ولكن بمستوى الاستقرار بمفهومه الجديد الذي سيتطلبه الأمر. أما الافتراض أن الأمور ستكون يعني في الواقع لبنان سيتأثر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لدرجة أنه سيتبنى حزب الله وقيام وسيطرة حزب الله على لبنان، هذا كلام في الواقع لا أرى أن له قاعدة منطقية. نعم، السؤال الأخير، الهجمات الإرهابية في أوروبا لمصلحة من ستصب برأيك، بايدن أو ترامب؟ الهجمات الإرهابية الأوروبية لمصلحة من ستصب؟ أنا أعتقد أن السؤال بحد ذاته غريب في الواقع. لا أعتقد أن أحد المرشحين يريد أن تصل هذه العمليات الإرهابية إلى الولايات المتحدة أو أن تستمر في أوروبا. الذي يدفع ثمن هذه العمليات الإرهابية هو نحن العرب، الذي يدفع الثمن هو المسلمون، هم الذين يدفعون الثمن، الشعوب التي لا علاقة لها بهذا الإرهاب. فكفى اللجوء إلى الإرهاب كوسيلة للتعبير عن الاختلاف بالرأي، فهناك قوانين وهناك وسائل يمكن اللجوء إليها للاحتجاج إذا كانت احتجاج يعني في أوقات معينة مطلوب بكل تأكيد، ولكن ليس عن طريق العمليات الإرهابية والتفجيرات والسكاكين لقد أذى العرب أنفسهم عدة مرات بدءا ب 9/11 أيام 11 أيلول ودفعوا الثمن، وأعتقد أنه حان الوقت للتوقف عن هذه العمليات التي لا تفيدنا، فليتهم يستفقون إلى ضرورة الاحتجاج على الطريقة المدنية وليس على طريقة التفجيرات أو السكاكين أو إلى ما هنالك. نعم، السيدة راغدة درغام رئيسة مؤسسة بيروت إنستيتيوت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.